أنوه إلى أبناء محافظة ذيقار أن كان لنا اتصال هذا اليوم مع معالي وزير الكهرباء لمعرفة آخر مستجدات وضع الكهرباء ومطالب أبناء محافظة ذيقار. لذلك أكد معالي الوزير أن إجراءات المحطة ذات 3000 ميجاوات مستمرة، ويوم غد السبت ستحال لإكمال إجراءاتها بإذن الله تعالى. وكذلك كان لنا تواصل مع دولة رئيس الوزراء، والرجل متواصل وجاد في إكمال هذه المحطة وكل متطلبات أبناء محافظة ذيقار. مثل ما يعلم الجميع أن إجراءات الكهرباء والإنتاج في الكهرباء يحتاج إلى وقت طويل. الإجراءات الآنية في هذا الصيف هي أن تستمر محافظة ذيقار بالتجهيز بما لا يقل عن 1800 ميجاوات، وأن يرفع عنها القطع من بعد، وهذا ما معمول به إن شاء الله تعالى.